بسم الله الرحمن الرحيم. البروتوكول اللي بعد كده دي ان اس، وده شغال على بورد 53 دومين نيم سيستم. نركز كويس قوي 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 في البروتوكول ده، لان اول ما هنبدا العمل ان شاء الله هندوس فيه جامد جدا. اهم بروتوكول تقريبا في الليله النهارده ده والدي اتش سي بي. تمام. فكرته عباره عن ايه؟ انا دلوقتي لو جيت اتصل باسلام، همسك الموبايل بتاعي وادور على اسم اسلام ولا رقم اسلام؟ اسم اسلام. لكن في الواقع انا بتصل بمين؟ برقم اسلام. نفس الفكره، انا دلوقتي عايزه اطلع على موقع، خدوها قاعده عامه في حالكم، اي كلاس كمبيوتر عايز يدخل على اي كلاس كمبيوتر تاني دايما بيدخل عليه بالاي بي مش بالاسم. بالاي بي مش ايه؟ مش بالاسم. طب اني اسهل بالنسبه لي ان انا احفظ www.yahoo.com ولا 70.51. مش عارفه ايه الاسم اسهل، بس في الواقع انا بكونتاكت حتى كيوزر انا بكونتاكت مع عليك بالاي بي. طب قدرت ازاي ان انا اعمل حاجه زي دي؟ قال لك ساعتها لازم في يبقى في سيرفر، السيرفر ده وظيفته ماب، ربط ما بين الاسم وما بين الاي بي. بالظبط. تمام. يعني على سبيل المثال ده البي سي بتاعي، ده الكلاينت، وعايزه اطلع على موقع زي ياهو. ده البي سي وعايزه اطلع على yahoo.com. تمام. هيبقى في عندي هنا دي ان اس سيرفر. الدي ان اس سيرفر ده عباره عن، قلنا تاني، داتابيس كده علاقه ما بين الاسم والاي بي. تمام. وده مين؟ الدي ان اس. يعني على سبيل المثال موجود عليه ان yahoo.com، عشان اروح له هروح مثلا على الاي بي سي مثلا 11001. طبعا الاي بي غلط، اوكي، ده فور اكزامبل. يعني عشان اروح على google.com هروح على 12001. يقوم جهاز الكمبيوتر بتاعي هو عايز يطلع عليه، قبل ما يطلع عليه هيروح لمين؟ دي ان اس. يقول له بقول لك يا دي ان اس، في يوزر عندي فتح البراوزر وكتب yahoo.com، تعرف مين ده؟ يروح ساعتها الدي ان اس ردد عليا، yahoo.com، اديله ده الاي بي بتاعه 11001. الكلاينت بقى معاه الاي بي ولا لا؟ ساعتها هيقدر ان هو يكونكت عليه بمين؟ بالاي بي. خلاص بقى معاه الاي بي، والعمليه دي ترانسبيرنت بالنسبه لليوزر. اليوزر اصلا مش عارف ايه اللي بيحصل في الباك جراوند من وراه، كل ده بيتم ايه؟ اوتوماتيكي. انت فتحت البراوزر كتبت اليو ار ال، هو اوتوماتيكي هيروح لدي ان اس سيرفر ويجيب لك منه المعلومه دي. تمام. طب سؤال بقى، طب ما انا عندي كميه دي ان اس سيرفرز كتيره جدا. تمام. اشمعنى الدي ان اس سيرفر ده هو اللي راح؟ وانا بعرف الاي بيهات دلوقتي من شويه، مش كان في قدامي هنا خانه اسمها دي ان اس سيرفر، حاجه هنا اسمها بريفر دي ان اس سيرفر، وحاجه اسمها الترنت دي ان اس سيرفر. تمام. ده عباره عن ايه؟ قال لك جهاز الكمبيوتر ذات نفسه هيبقى له اي بي، هيبقى له ايه؟ اي بي سي مثلا الاي بي بتاعه هيبقى 10001. والدي ان اس سيرفر هو ده عباره عن ايه؟ جهاز كمبيوتر عليه ويندوز سيرفر على سبيل المثال، شويه شغل بسيط جدا جدا هايل فوق ما تتخيله، رول كده هنسطبها كده تحول لايه؟ لدي ان اس سيرفر. وطالما جهاز كمبيوتر اكيد هيبقى له هو كمان اي بي، هفترض ان الاي بي بتاعه 10002. انا بقى وانا بعرف الاي بيهات على جهاز الكمبيوتر، هاجي في الخانه بتاعه الدي ان اس وادي له اي بي مين؟ 10002. يبقى ده معناه وانا بقول للبي سي لما تحب ان انت تحول من الاي بي للاسم روح لده. مين ده؟ اهو السيرفر ده. وضحت؟ تمام. بس في هنا عندي اتنين دي ان اس سيرفر زي ما اتفقنا، بريفيرد والترنت. انا ممكن اخد واحد بس او احط واحد بس. تمام. في شغل السيرفرات عاده واحنا بنظبطه بنعمل اتنين دي ان اس سيرفر في الشركه بتاعتي مش واحد. ليه؟ عشان لو واحد وقع التاني يخدم على الموظفين، يخدم على الكاستمرز بتوعي. تمام. فاللي بيحصل ان الجهاز بتاعي بيروح للبريفيرد دي ان اس سيرفر. تمام. لو واقع يروح للالترنت. لو ايه؟ واقع. بس خد بالك من كلمه مهمه، لو واقع. بمعنى السيناريو اللي قدامي ده، لو البي سي دلوقتي راح للدي ان اس ده وقال له لو سمحت انا عايز المعلومه بتاعت ام اس ان دوت كوم، ثواني، هو دلوقتي السيرفر ده عنده ام اس ان دوت كوم؟ لا. فهيرد عليه يقول له سوري المعلومه اللي انت عايزها مش عندي. البي سي هيروح للالترنت؟ لا. البي سي ايه؟ مش هيروح للالترنت.
في شغل السيرفرات لما نيجي نقوم السيرفرات ان شاء الله هنقوم 2 سيرفر، واحد برايمري وواحد سكندري. تمام. السكندري ده كل اللي انا بعمله فيه بروح اقول له خد كوبي من اللي موجود على البرايمري. اساسا لو حاولت ان انا اديت فيه مش اديتبل اساسا، ما ينفعش اكريت عليه حاجه. تمام. معنى كده ان البرايمري لو ما ادانيش المعلومه اكيد السكندري ما عندوش المعلومه. عشان كده تاني البي سي بيروح لاني دي ان اس سيرفر للبريفيرد، لو واقع يروح للالترنت، لو رد عليا قال لي المعلومه مش عنده مش هيروح للالترنت. وضحت؟ وبالمناسبه ممكن احط كام دي ان اس سيرفر على الجهاز بتاعي؟ ممكن احط هنا كام دي ان اس؟ انليميتد ادفانسد دي ان اس اد 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 انليميتد. هيروح للاول واقع يروح للثاني، واقع يروح للثالث انسو. واضحه كده؟ تمام. طبعا الموضوع مش بالبساطه اللي انا بتكلم بيها دي. تعالوا ناخد السيناريو ده تاني ان ديتيلز اكتر. ده الدي ان اس سيرفر اللي في الشركه بتاعتي متوصل هنا على سويتش، وعندي كازين كمبيوتر، والليله دي كلها متوصله ببعضيها. ده الدي ان اس. تمام. وقلنا الدي ان اس ده عباره عن ايه؟ ماب، ربط ما بين الاسم وما بين الاي بي، نيم والاي بي. على سبيل المثال هيبقى جواه ان جهاز اي وجهاز بي، ده مثلا اي بي هاته عشرات واحد، وهفترض ان ده الاي بي هات بتاعته عشرات اتنين. فهيبقى موجود هنا ان الجهاز اللي اسمه اي اي بي هاته عشرات كام؟ واحد. وان الجهاز اللي اسمه بي الاي بي هات بتاعته هتبقى عشرات اتنين. تمام. افرض دلوقتي ان جهاز اي وبي عايزين يبنجوا على بعض بنج، او يدخل شير. كلكم اكيد عارفين بتدخلوا شير ازاي، احنا هناخد شابتر كامل باذن الله على شير، يعني ما تقلقوش منه. هفتح قائمه ران واكتب له الاي بي بتاع الطرف الثاني. هكتب له ايه؟ الاي بي بتاع الطرف الثاني او اسم الجهاز الثاني. للدقه، جهاز ايه عايز يدخل على الشير بتاع جهاز بي هيفتح قائمه ران ويكتب له واك واك 10002 او واك واك جهاز الثاني. جهاز ايه؟ الاسم بتاع الجهاز الثاني. انهي اسهل؟ في ناس تقول لي لا انا بفضل بالاي بي، براحتك. في ناس تقول لا انا احب ان انا ادخل باسم الجهاز. لو انت عايز تدخل بقى باسم الجهاز، الجهاز بتاعك طالما هيروح للاسم يعمل الاول، هيروح لمين الاول؟ للدي ان اس سيرفر يساله. بقول لك ايه، جهاز بي الاي بي بتاعه كام؟ دوت 2. اه حاضر. ياخد الاي بي ويروح له بالاي بي. دايما التعامل ما بين الاجهزه بيتم بايه؟ بالاي بي. واضحه لغايه دلوقتي؟ بس ثانيه واحده بقى، الموضوع اكبر من كده بكتير. انا مش جاست ان انا عايزه اليوزرز بتوعي يكونكتوا على بعض بالاسامي، انا عايزه ان اليوزرز بتوعي يطلعوا على الانترنت على المواقع بالاسامي. يعني ثانيه واحده، يعني مهما كانت انا بقى حتى لو انا اكتف جدا وعبقريه شبكات، عندي قدره ان اجي على الدي ان اس سيرفر اللي عندي في الشركه واعمل عليه داتابيز بكل المواقع اللي موجوده على مستوى العالم؟ ده انا حتى لو اكتف قوي كده يوميا على الاقل بيظهر 1000 موقع جديد، مش هقدر اقضيته باستمرار. صح. فعشان كده قال لك الجهاز لو طلب المعلومه بتاعت الجهاز اللي جنبه هيطلبها من الدي ان اس ده. تمام. لكن لو عايز يطلع على موقع جهاز، ده بيبقى متوصل ب 13 سوبر كمبيوتر، ده عباره بايه؟ 13 سوبر كمبيوتر بنسميهم الروت هند، وبنمثلهم بالدوت. 13 جهاز كمبيوتر عملاقين كده بنمثلهم بايه؟ بالدوت. تمام. موجودين في متنطورين كده في العالم، في واحد في جنوب افريقيا، في واحد في الجزائر، دول اقرب اتنين لينا، في امريكا، في اوروبا، متنطورين في العالم. ده الدي ان اس بتاع اللي عندك في الشركه متوصل بيهم. طيب تقصد الرقم ده جبته منين؟ صح؟ لا انا قصدي انت بتقولي متوصل بالسوبر كمبيوتر. تمام. الدي ان اس بتاعي هو متوصل بيهم؟ اه. لما نيجي نعمل الدي ان اس اصلا يا اشرف ان شاء الله هلاقي فيه تابه كده انا مش هلعب فيها خالص، مجرد ما ادخلكم هفرجكم عليها، هلاقي لوحده ان هو بيشاور على 13 جهاز باي بي هاتهم، اساميهم اي بي سي دي لغايه ام 13. ده انا مش عامل فيه حاجه، مجرد ما بسطب الدي ان اس هو بيبقى ايه؟ موجود لوحده.
تمام. دول تاني 18 جهاز كمبيوتر سوبر أجهزة كمبيوتر تمام عليهم الداتابيس بتاعت كل المواقع اللي موجودة على مستوى العالم. عشان كده حتى لما تيجي تشتري موقع جديد تقرر ان انت تعمل موقع جديد يقول لك اشتري دومين صح، ويقول لك استنى يومين لغايه ما الاسم الدومين يتاكتف. ليه؟ لغايه ما يعمل لك سجل هنا، ريكورد هنا بنسميه ريكورد، لغايه ما يعمل لك ايه سجل هنا تمام. حصلت قبل كده ان انت تيجي على موقع تيجي تدخل عليه تكون اول مره بتدخل عليه مثلا يقعد بالربع ساعه عشان الموقع ده يفتح معاك، تيجي تدخل عليه مره تانية تلاقيه بيفتح معاك بسرعه جدا؟ بتحصل صح. ليه بقى؟ قال لك اصل اول مره خالص جهاز الدي ان اس اللي عندي راح جاب المعلومه منين، سافر المسافه دي كلها عشان يجيبها بروت هند تمام، وبعد كده يجيب المعلومه. مش منطقي ان كل ما حد يطلب منه المعلومه يروح يجيبها من روت هند، فبيكيشها عنده. يعني ايه كيشها عنده؟ يحطها فين؟ في الرامه. كيش في الرامه عشان لو نفس اليوزر طلبها او يوزر تاني في نفس اللان طلبها يرد منين؟ من كاش، فتبقى العمليه اسرع بكتير تمام. خصوصا كمان او قبل ما اقول خصوصا في ايه، الدي ان اس بيكيش المعلومه لمده قد ايه؟ يوم باي ديفولت. كل ده هنلعب فيه ونغيره ان شاء الله، بس عاده لو مفيش سبب قوي ان انا اغيره ما بغيرش الديفولت. دي زي فايل هوست كده، تصبر شويه عليها. اصل الفايل هوست ده ستاتيك فايل انا اللي بقيت فيه بايدي، يبقى انا ساعتها مش محتاجه دي ان اس تمام. الفايل هوست ده اساسا ما تقلقش عليه، هناخده بالتفصيل، كل ده هناخده بالتفصيل بالعمل بتاعه ان شاء الله، بس عشان ما توهكوش دلوقتي تمام. يبقى تاني الدي ان اس ده عباره عن ايه؟ ها، جهاز كمبيوتر عليه ويندوز سيرفر بعمل عليه شويه حركات، هو لوحده اساسا كونفيجرد، انا ما بعملش عليه حاجه، هو لوحده كونفيجرد انه هيروح يشوف مين؟ الروت هند. لو جهاز طلب معلومه خاصه بجهاز تاني بيرد عليه من الداتابيز اللي عليه هو، اصل الانترنت اللي بره ملوش علاقه باسامي الاجهزه اللي عندي في اللان تمام. لكن لو جهاز طلب معلومه موقع معين الجهاز بتاعي بيروح لمين؟ للروت هند، يجيب منه المعلومه دي تمام. خصوصا كمان ان الموضوع مش بالبساطه اللي انا بقول لكم عليها دي. تخيلوا مثلا ان الروت هند ده او البي سي بتاعي او دي ان اس سيرفر بتاعي عايز يروح له يقول له لو سمحت عايز معلومه www.yahoo.com تمام. انتوا عارفين بقى للدقه اللي بيحصل، الدي ان اس ده ما لهوش لسته بكل المواقع زي ما انا قلت لكم، لا. اللي بيحصل على ارض الواقع ان انا عندي جهاز كمبيوتر واحد بس على مستوى العالم اسمه دوت كوم، في جهاز كمبيوتر واحد بس اسمه ايه؟ دوت كوم. عندي جهاز كمبيوتر واحد بس على مستوى العالم اسمه دوت نت، دوت اديو، دوت اي جي، دوت ميل، مش عارفه ايه تمام. فاللي هيحصل ان جهاز الكمبيوتر الدي ان اس بتاعي هيروح للروت هند يقول له بقول لك ايه تعرف www.yahoo.com؟ هيرد عليا يقول لي لا والله ما اعرفوش، بس انا اعرف اللي يوصلك في جهاز كمبيوتر اسمه دوت كوم، خدي الاي بي بتاعه اهو روحي له هو هيفيدك. اقوم انا واخده الاي بي ده واروح لمين؟ للدوت كوم. بقول لك يا دوت كوم، في عندك دومين اسمه ياهو شاري منك؟ اه. هيقول لي اه الدومين اللي اسمه ياهو شاري مني. ياهو ده مش سيرفر واحد، ياهو ده دومين كامل. قدام ان شاء الله لما نبدا في العمل هنفهم يعني ايه دومين تمام. والدومين ده بيبقى تحتيه كذا جهاز، كذا سيرفر، ياهو عندهم كذا سيرفر، سيرفر على سبيل المثال اسمه دب دب دب، سيرفر على سبيل المثال اسمه ميل، سيرفر اسمه مكتوب. عندهم ايه؟ اكتر من سيرفر. هيرد عليا الياهو يقول لي اه واحنا وصلنا لغايه ايه؟ ان دوت كوم رد عليا بالاي بي بتاع الدومين. اروح انا للدومين بتاع الياهو بقول لك ايه يا دومين يا ياهو، عندك مكنه عندك سيرفر تبع الدومين بتاعك انت مسميها دب دب دب؟ هيرد عليا يقول لي اه، خدي الاي بي بتاعه اهو، انا اخده اديه للكلاينت عشان الكلاينت يدخل في النهايه على السيرفر ده. شفتوا اللفه قد ايه؟ عشان كده قلت لكم في بعض المواقع لو انا اول مره ادخل عليها بلاقيها ايه؟ بتطول جدا، ممكن تقعد بالخمس دقايق وبالعشر دقايق وبالربع ساعه كمان عشان يا دوبك اجيب المعلومه دي كلها، القصه دي كلها، اخد المعلومه دي وبعدين اكيشها عندي عشان مش كل مره احاول اروح للسيرفر اللفه دي تتم تاني من اول وجديد. واضحه؟ تمام. قال لك طب ما نحاول برضو نبسط المعلومه شويه على الدي ان اس بتاعي، بدل ما اخليه يسافر المسافه الطويله قوي قوي دي، انا ممكن دلوقتي بايدي بقى اخليه يشاور على دي ان اس تاني، بس دي بقى اشرف انا اللي بعملها بايدي.
تمام. هفترض ان ده دي اس 2 وده الدي ان اس اللي عندي في الشركه تمام. انا بايدي هاجي على الدي ان اس سيرفر بتاعي واعمل عليه حاجه اسمها فوروردر. اعمل عليه حاجه اسمها ايه؟ فوروردر. دي انا اللي هعملها بايدي. هقول له بدل ما تروح للروت هيم تتسافر المسافه دي كلها روح لدي ان اس سيرفر تاني. عاده عاده بنخليه يشاور على مين؟ على الدي ان اس بتاعي الاي اس بي. مين الاي اس بي؟ انترنت سيرفيس بروفايدر اللي هو مزود الخدمه اللي انا اخدت منه الخدمه بتاعتي. تي اي داتا على سبيل المثال، ما هو تي اي داتا عندهم دي ان اس سيرفر بيخدم على مطلع. تمام. حتى تي اي داتا مهما كانت قوه مركزهم يعني برضو ما عندهمش اساسا دي ان اس، عمالين كده يقبضوا فيه باستمرار للنهار بكل المواقع. فهلاقي في النهايه ان دي ان اس بتاعتي اي داتا هو كمان في النهايه بيكايش من ايه؟ من الروت هند. بس الفكره بقى ان الدي ان اس بتاعتي اي داتا بيخدم على كام عميل؟ ملايين العملاء. فباستمرار عمال يكايش باستمرار. تمام. اقرب بالنسبه لي ان انا اروح لجنوب افريقيا مثلا ولا الجزائر، ولا اروح للدي ان اس اللي موجود مثلا في كايرو؟ اقرب لكايرو بكتير. واضحه؟ تمام. الدي ان اس سيرفر الكلاينت بتاعي لو طلب المعلومه من الدي ان اس سيرفر والدي ان اس سيرفر رد من الداتابيز اللي انا عاملها عليه هو ذات نفسه، بسمي ساعتها الدي ان اس ده ان هو اوثوريتيتيف. اوثوريتيتيف ذو سلطه. تاني لو الكلاينت طلب المعلومه من الدي ان اس والدي ان اس رد من الداتابيز اللي انا بايدي كادمن عاملها عليه، انهي الداتابيز اللي انا عاملها عليه؟ اسامي الاجهزه اللي عندي في اللاب. تمام. فبقول على السيرفر ايه؟ اوثوريتيتيف. لكن لو طلب المعلومه من الدي ان اس والدي ان اس رد من الروت هيد او من فوروردر او من الكاش، لان الكاش اكيد برضو كان جايب المعلومه من حد تاني، فبسمي السيرفر ساعتها ان هو نون اوثوريتيتيف. بقول على السيرفر ساعتها ان هو ايه؟ نون اوثوريتيتيف. حد تهمني كده في حاجه؟ طيب انا هنا سمول بزنس مش محتاجه دي ان اس، احط هنا في خانه الدي ان اس ايه؟ هو انا عندي دي ان اس هنا في الشركه؟ الموضوع مش مستاهل ان انا اعمل دي ان اس، ده احنا سمول بزنس وحاجه ايديوكيشنال. تمام. احط هنا اي دي ان اس سيرفر انت عارفه. عاده بنحط الدي ان اس سيرفر بتاع الخدمه اللي جاي مع الخدمه بتاعتي اي داتا مثلا. انا عن نفسي بفضل دايما ان انا اريزولف من 4 ثمانيات، ده بتاع جوجل فعلا. جوجل عندها 2 دي ان اس سيرفر بابليك سايبينهم لنا اساسا فور فري، 8888 و8844. تمام. انا حتى دايما بحب ان انا الجا لدول لان تي اي داتا عاده الدي ان اس سيرفر بتاعها بيقع كتير، انما جوجل. طيب كان في ناس تقول لي ايه هو اني يعني، في ناس بيقولوا لنا لو احنا كتبنا هنا دي ان اس بقيمه معينه النت بيبقى اسرع. ملهاش علاقه، هو كل اللي فيها ان انت بتستقرب دي ان اس. بس انا جربت ده وجربت ده ما حسيتش بفرق نهائي، بالعكس انا افضل زي ما بقول لكم بتاع جوجل لانه ريلايبل قايم. تمام. في كمان 4222 وفي كمان 4223، دول بابليك دي ان اس سيرفرز موجودين في كاليفورنيا ممكن تقدر تريزولف منهم. بس يعني ده قعد فتره طويله واقع، قعد يجي سنه كامله واقع، هو قام تاني بس قرفني كده في عشتي فتره لغايه ما اكتشفت انه واقع، لان كنت زمان عاده بحط ده البرايمري وده السكندري، الاقي الدنيا تقيله. ليه؟ صفر الاول ده لقى واقع بدا يروح لده، اكتشفت بعد كده ان واقع قريب قام، بس خلاص يعني ايه انا نفضت له خالص. دايما بقيت بريزولف دلوقتي منين؟ من 4 ثمانيات. من الاخر اي دي ان اس سيرفر عندك ريزولف منه، لكن لو عايزه الاجهزه بتاعتي جوه اللان تقدر تدخل على بعضها بالاس يبقى انا محتاجه جوه شركتي اصلا اعمل دي ان اس. حد تهمني كده في حاجه؟ خلاص تعالوا بقى نلعب برضو حركتين اوامر كده حاجه بسيطه ويبقى كده الجزء ده خلص الحمد لله. اوريدي انا عملت ريفرش كده لجوجل. تمام. مش انا كده طلعت على موقع؟ المفروض دلوقتي ان معلومه الموقع ده هتتكيش عندي ولا لا؟ اجيب اللي في الكاش ازاي؟ هفتح قائمه ران واقول له سي ام دي عشان اعرف كل الحاجات اللي اتكيشت عندي. عندي امر ده انا نسيت اقول لكم ان الكلاينت ذات نفسه هو كمان بيكيش المعلومه، معلش السيرفر برضو ايه؟ بيكيش المعلومه لمده، السيرفر بيكيش المعلومه لمده يوم، الكلاينت هو كمان بيكيش المعلومه لمده قد ايه؟ 5 دقائق باي ديفولت، او على حسب الاوبريتنج سيستم. في بعض الاوبريتنج سيستمز بتكيشها لمده 4 ساعات.
ممكن اكايش مش ممكن افتح المده براحتي على السيرفر ممكن على السيرفر ممكن بس ده مش ريكومندد ليه افرض دلوقتي مثلا ان انت خليتها 3 4 ايام وصحيت الصبح لقيت ادمن ياهو قرر يغير الاي دي طب ما انت كده بتكايش عندك معلومات غلط صح عشان اعرف بقى ايه الحاجات اللي متكايش عندي فاكرين امر اي بي كونفيج امر اي بي كونفيج كان بيعمل ايه بيجيب لي لسته من الاي بيات بتاعتي كان عندي كمان اي بي كونفيج على اول كان بيجيب لي معلومات ازيد على سبيل المثال الماك ادرس في عندي كمان اي بي كونفيج على ديسبلاي دي ان اس وفلاش دي ان اس طب لو انا مش عايز احفظ بصفه عامه في الدوس اي امر في الدوس لو عايز اشوف الاوبشنز بتاعته بقول له اي بي كونفيج على علامه استفهام على ايه علامه استفهام لو ضغطت انتر على سبيل المثال اللي انا انترستد فيه دلوقتي فلاش دي ان اس وديسبلاي دي ان اس دول الامرين اللي انا انترستد فيهم دلوقتي تمام فلو قلت له هنا اي بي كونفيج على ديسبلاي دي ان اس انتر واو واو ايه ده كله ايه الهيصة دي كلها ده انا دخلت على موقع ياهو انا اسف جوجل صح ايه الهيصة دي كلها مش جايز جهاز الكمبيوتر بتاعي في الباك جراوند كان بيعمل ابديت مش جايز الانتي فيروس كان بيعمل ابديت كل ده برضو ايه بيتكش تعالوا نركز بقى دلوقتي على الحاجه اللي احنا انترستد فيها اللي هي مين جوجل تمام ادي جوجل وادي الاي بي بتاعه ادي جوجل وادي برضو ده ايه ده اي بي فيرجن 6 كمان اهو تمام لو دورت فوق كده شويه المفروض الاقي ليه حبه كمان في جوجل اهو طب خلينا في اللي تحت دلوقتي اخدتوا بالكم ان انا لقيت اكتر من جوجل ليه انا قصد جوجل ده ما هوش سيرفر جوجل بنقول عليه مزرعه سيرفرات بنقول عليه ايه مزرعه سيرفرات جوجل كذا سيرفر داتا سنتر كبيره يعني على سبيل المثال لو انا ضغطت هنا كده اخرب بيتي كده ايديت على بيت اليوم اللي شفتها كده المفروض بيبقى في ايكون هنا كده بنضغط عليها بيطلع لي كذا حاجه صح ترانسليتور المترجم مش عارفه مين اليوتيوب كل واحد من دول اساسا ممكن يكون بيشاور على سيرفر كل واحد من دول اساسا بيشاور على مين على سيرفر شكل يبقى فعلا جوجل صفحه جوجل اللي انا فتحتها دي ما هياش سيرفر واحد بس ده ايه سيرفرات كتير الجيميل بيشاور على سيرفر الصور بيشاور على سيرفر الايكون اللي اختفت عندي هنا دي بيشاور على سيرفر كل حاجه ده الايكون دي اساسا بقول لكم لو ضغطت عليها بلاقي حاجات كتير كل واحد ليه سيرفر تمام عشان كده ظهر لي هنا اكتر من حاجه طب ثانيه واحده انا دخلت على جوجل دوت كوم ايه كلاينت 1.1 دوت جوجل دوت كوم قال لك اصل في الواقع بقى السيرفر اللي انت بتبقى داخل عليه ما بيبقاش اسمه جوجل دوت كوم ده بيبقى اسمه كومبليكيتد قوي يعني ممكن تلاقي سيرفر انت داخل عليه اسمه bc.1.lab.2.google.com ده ايه وجع القلب ده احنا عاملين الاسامي عشان تسهل الموضوع البراوزنج صح اقوم انا انيلها وادي اسامي للاجهزه بتاعتي منيله قوي كده وضخمه قوي كده بس في الواقع ده اسمه فبداوا يفكروا يعملوا حاجه اسمها اليس يعني ايه اسم بديل اسم سهل يعني في الواقع هتلاقي اسم الجهاز اللي انت داخل عليه اسمه طويل قوي وكومبليكيتد بالمنظر ده تمام لكن عملوا له اليس اسم بديل شورت كات اسم بسيط تمام فلو اخدت ده وجيت افتحه كده تمام المفروض يعني انه هيدخل معايا على مين جوجل تمام مش بس كده ده الاصل زي ما قلت لكم انه بيدخل بايه بالاي بي لو اخدت كده الاي بي وجيت افتحه برده في اي براوزر لغايه ما ربنا يقومه بالسلامه بقى نكمل شرح والمفروض ان الحاجات دي تدخلني على مين على جوجل يبقى الاصل هو الاي بي الاصل هو ايه الاي بي والسيرفرات اللي انا بدخل عليها في الواقع بيبقى اسمها طويل قوي كده 404 حصلت معايا امبارح في الجامعه فعلا كان الاول لما بدخل بالاسم ده كان بيدخل ده على فكره صفحه جوجل برضه بس قال لي ان الصفحه دي ديليتد انما الاي بي المفروض دلوقتي انه هيكونكت فعلا بص حتى تحت مكتوب لك ايه waiting for google.com المفروض دلوقتي فعلا هيدخلني google.com تمام يا شباب حد تاهم مني كده في حاجه هو في بعض الاحيان كنوع من السكيورتي اصلا يا اشرف بيمنعك في بعض المواقع بتمنعك تدخل بالاي بي وفي بعض المواقع بتمنعك تدخل بالشورت كات كنوع من السكيورتي
جوجل قبل كده كان بيسمح لي ان انا ادخل بالاسم ده عادي جدا تبع جوجل اهو. تمام يا مسهل قوم انت كمان لغايه ما يقوم بقى. طب افرض دلوقتي ان انا عايزه امسح الكيش، عايزه اعمل ايه؟ امسح الكيش. بس عايزه يفتح الاول. هو عموما طالما انتم شايفينها ويتنج فور جوجل المفروض فعلا هيدخل على ايه؟ جوجل. هقفل بقى البراوزر ده عشان بس الحاجات اللي متكيشه. لو انا عايزه امسح الكيش يا اما استنى فتره لغايه ما الكيش يتمسح تمام، يا اما ارست الجهاز. ما انا عارفه ان لو رستت الجهاز كل اللي في الكيش كل اللي في الريمه هيضيع. ده مش منطقي وده مش منطقي. امال اعمل ايه؟ في عندي امر اي بي كونفيج على فلاش دي ان اس. فلاش ايه؟ دي ان اس. انتر. لو قلت له المره دي اي بي كونفيج على ديسبلاي دي ان اس كل اللي في الكاش فعلا اتمسح ولا لا. انا دلوقتي عمال احاول ادخل على الجهاز بتاع اسلام. انا بدخل على الاي بي 10002 اسلام غير الاي بي بس اللي متكيش عندي الاي بي القديم. عمال احاول ادخل عليه بالاسم مش عارفه اعمل ايه. هاجي على كازي واقول له اي بي كونفيج على فلاش دي ان اس عشان اعرف ادخل عليه تاني. تمام. طيب حاجه كمان بسيطه كده، عندي امر اسمه ان اس لوك اب نيم سيرفر لوك اب. ما هو دي ان اس ده عباره عن ايه؟ نيم سيرفر بيحول اسامي. لو قلت له انتر قال لي مين السيرفر اللي انا بريزولف منه دلوقتي؟ ده هو الراوتر بتاعي دي ان اس؟ لا. امال ايه اللي بيحصل؟ لو دخلت على صفحه الكونفيجريشن بتاعت الراوتر هلاقيه بيعمل ريدايركت على دي ان اس بتاعتي اي داتا. واضحه؟ طب انا عايزه دلوقتي اريزولف مثلا معلومه بتاعت www.google.com انتر. لقيته هنا بيقول لي مين اللي رد عليا؟ انا كتبت ده، مين اللي رد عليا؟ الدي ان اس ده اللي هو الراوتر بتاعنا اللي بره. ورد عليا رد ايه؟ نون اوثوريتيف. تمام. اسم الموقع جوجل وكل دي اي بيهات لجوجل. كل دي ايه؟ اي بيهات لجوجل. برضو تعالوا نجرب كده. لو اخدت اي اي بي من دول وحاولت ان انا احطه في براوزر المفروض ان هو هيدخلني على مين؟ على جوجل. تمام. طيب لو انا حبيت ان انا اريزولف من حد تاني زي مثلا عايزه اريزولف من 8888 هو اللي يرد عليا. المفروض ان هو لو الدنيا النت عندي تمام كان هيقول لي هنا اسم الدي ان اس سيرفر بتاع 48 ويجيب لي اسمه كذا 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 دوت جوجل دوت كوم. ما هو السيرفر ده اصلا بتاع مين؟ جوجل. ما احنا قلنا 48 ده اللي هو بتاع مين؟ جوجل. زي ما شفنا الحمد لله اللي عايز يرزولف من 48 ولا من بتاع اللي هو كاليفورنيا ده. في الوضع الطبيعي لما انتوا تجربوه عندكم ان شاء الله في نت محترم كده هيجيب لك هنا اسم السيرفر بتاع جوجل وهيجيب لك هنا السيرفر اسم السيرفر اللي انا بقول لكم عليه. عايز مثلا تطلب معلومه مثلا www.facebook.com بنقول لله يا بابا هيجيب لي المفروض اسم طويل قوي كده اللي هو بتاع مين؟ فيسبوك. مش فاكره اسمه ستار دوت مش عارفه ايه دوت حاجات كبيره قوي كده وليه اي بي هات. هتلاقي حتى ليه اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. تمام. ايه الاسم الطويل ده؟ ما احنا اتفقنا ان الاصل هو الاسم الطويل ده بتحوله بعد كده لايه؟ هتلاقي في اخر سطر كاتب لك الياس. تمام. حتى السيرفر ده والسيرفر ده هتلاقي الرد بتاعهم نون اوثوريتيف. هتلاقي الرد بتاعهم ايه؟ نون اوثوريتيف. يعني حتى بتاع جوجل بيروح يطلب الخدمه منين؟ من روت هنت. في النهايه كلهم في النهايه بيجيبوا منين؟ من روت هنت. حد تهمني في الجزء ده في حاجه؟ تمام. كنت بتقول بقى يا اشرف اعمل اي بي كونفيج ايه؟ عايز تسال على ايه؟ سلاش كوشن في رينيو. ده بتجدد العقد بدل ما تستنى عند 50% انت كده ايه؟ بتجدد العقد دلوقتي. تمام خلاص كده؟ تمام. تمام. ناخد كمان بروتوكول فتح. الحمد لله الحمد لله. ياه استنى استنى ان اس لوك اب سيرفر. طب سيرفر 4223
لا تاني الله يحرقكم. المهم يعني هو فعلا لو تاخدوا بالكم انا كنت كاتبه هنا الاي بي، هو ترجمه لايه؟ لاسم. هو الواحد حوله لايه دلوقتي؟ لاسم. انا ما عملتش حاجه، انا كتبت له الاي بي وجست وانتر، هو حوله لاسم. هو الاثنين الاسم حول اسم الرقم والرقم الدي ان اس لما ناخده ان شاء الله عندي القدره ان انا اخليه يحول من اي بي لاسم ومن اسم الاي بي الاثنين. تمام. اخر بروتوكولين بقى عندنا عشان يبقى خلصنا الحوار ده، بروتوكول اسم دقيقه ودقيقه، ده هما بروتوكولين صغنطتين جدا. بروتوكول اسمه ان اف اس نيم نتورك فايل سيرفر، عشان بس هنعمل الكلام ده بايدينا يا اسلي. تمام. وبروتوكول السامبا اس ام بي. ايه البروتوكولين دول؟ بروتوكول ال ان اف اس ده بروتوكول الشيرنج في عالم اللينكس واليونكس، انما السامبا ده بروتوكول الشيرنج فين؟ في الويندوز. انا جيت قبل كده عندكم على الجهاز ده لما حبيت ان انا اشير داتا مثلا، باجي بكليك يمين هنا واقول له ايه؟ بروبرتيز شيرنج ادفانسد شير، وبحط هنا علامه صح. انا سطبت السامبا دلوقتي على المكنه بتاعتي؟ لا، هي اوريدي متسطبه. اتسطبت امتى؟ ما احنا عارفين كويس ان السوفت وير اللي اسمه التي سي بي اوفر اي بي ده عباره عن سويت اوف بروتوكولز. التي سي بي اوفر اي بي ده عباره عن ايه؟ سويت اوف بروتوكولز، مجموعه كبيره من البروتوكولات من ضمنهم بروتوكول السامبا. يبقى انا كده هقدر اشير ما بين مكانتين ويندوز ولا لا؟ صح. طب لو انا عندي مكنه ويندوز ومكنه لينكس، ده الويندوز شغال بايه؟ سامبا، واللينكس شغال ان اف اس. ينفع ساعتها ان انا اشير داتا ما بين المكانتين دول؟ لا، ده بيتكلم لغه وده بيتكلم لغه تانية خالص. طب والحل؟ يا اما تجيلي على المكنه بتاعه الويندوز تسطب لي عليها الان اف اس، يا اما تيجي على المكنه بتاعه اللينكس وتسطب عليها السامبا. اللي احنا هنعمله ان شاء الله ان هاجي على مكنه الويندوز واسطب عليها ان اف اس. يعني تعالى اوريكم هنت كده بسيطه. لو دخلت دلوقتي على كنترول بانل، على بروجرامز اند فيتشرز، ترن فيتشرز اون اور اوف، تمام. لو نزلت هنا على سيرفيسز فور ان اف اس، يبقى فعلا ممكن ان انا اسطب مين؟ الان اف اس على الويندوز. انا عن نفسي افضل العكس، افضل ان انا اسطب السامبا على اللينكس، لان بروتوكول السامبا بصراحه بروتوكول محترم. لما نيجي نتكلم باذن الله على الاثنين بروتوكول دول ونعرف ايه الفرق ما بين ده وما بين ده، انتوا نفسكم هتحسوا ان بروتوكول السامبا محترم جدا مقارنه ببروتوكول ال ان اف اس. حد وقع مني كده في حاجه؟ اخر بروتوكول، شفتي اسلام ما اخدش خالص ازاي؟ اخر بروتوكول البير تو بير. بير تو بير، ايه البير تو بير ده بقى؟ من الاخر ده البروتوكول اللي بيعمل لي داونلود بالتورنت. اكيد كلكم عملتوا قبل كده داونلود بالتورنت صح؟ فكرته ايه؟ سمعت عنها طيب قبل كده؟ طيب ايه حوار التورنت ده؟ هفترض دلوقتي ان انا عندي هنا مكنه حولتها ل اف تي بي سيرفر. اف تي بي سيرفر احنا لسه قايلين قبل البريك بتاعت ايه؟ داونلود وابلود. تمام. يجي اليوزر الاولاني يعمل داونلود، يجي اليوزر الثاني هيعمل داونلود، يجي اليوزر الثالث يعمل داونلود، كل دول عاملين لود على السيرفر ولا لا؟ بيستهلكوا رامات، بيستهلكوا ريسورسز، بيستهلكوا جزء من كارت الشبكه، السرعه بتاعه كارت الشبكه صح. جه واحد فكر قال لك ايه؟ طب ما انا بدل دلوقتي ما اعمل اف تي بي احط الداتا بتاعتي على تورنت سيرفر، احطها على ايه؟ تورنت سيرفر. تمام. الداتا اول ما بتترفع على التورنت سيرفر، هفترض مثلا ان انا عندي داتا حجمها جيجا، تمام. الجيجا دي لما بنيجي نرفعها على التورنت سيرفر بنقطعها لالافات الاجزاء، كل جزء انت اللي بتحدده، مثلا ميجا 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 ميجا، افترض ان هو ميجا ميجا. يجي اليوزر الاولاني، انا عندي 3 يوزر اهم عايزين يعملوا داونلود، اي بي سي، تمام. يجي اليوزر الاولاني يعمل داونلود، هيبدا يجيب شويه من الاجزاء دي، مش الداتا متقطعه الاجزاء. يجي اليوزر بي يعمل داونلود، يعمل ايه؟ يجيب شويه من الاجزاء. مش يوزر ايه عنده شويه يجيب منه هو كمان، وده ياخد من اللي اخده من ده، ولما يجي يقوم ده ياخد من هنا، وده ياخد من ده، وده ياخد من ده،
شيرنج بير تو بير، الند للند، كلنا بنعمل داونلود من بعض، يبقى السرعه هتزيد صح. طبعا مش هتزيد فوريفر، ليك ليميت. يعني انا شاريه مثلا سرعه في البيت 2 ميجا، بعمل داونلود ب 200 وشويه. لو عملت، لو جبت ملف تورنت سريع، يعني كل الناس دي معاداتها زاد. الناس دي على فكره بنسميها بيرز، بنسميهم ايه؟ بيرز. كل ما عدد البيرز زادوا، او الافضل كمان عدد السيدز، السيد اللي هو عليه الداتا نفسها، تمام. كل ما عدد الناس دي زادت، السرعه بتزيد، تفضل تزيد معايا لغايه ما توصل ل 200 وشويه وبتقف. ما تعديش عن كده، لان دي السرعه اللي انا شاريها، سرعه الداونلود عندي، تمام. انا عن نفسي بفضل دايما ان اعمل داونلود بالتورنت في الملفات اللي احجامها كبيره. يعني مثلا كان في ملف عايز انزله مره حاجه و30 جيجا، تمام. ملف زي ده لو انا اتهورت وجيت اعمل له داونلود بالطريقه العاديه، انسى، تمام. فعشان كده بفضل لما اجي اعمل سيرش على جوجل، بكتب اسم الحاجه اللي انا عايزاها، مسافه تورنت. مسافه ايه؟ تورنت. هلاقي نفسي نزلت برنامج حجمه مثلا 2-3 كيلو. ايه ده؟ ده الملف بتاعي 10 جيجا ولا 20 جيجا، امال 2-3 كيلو ده؟ هتستخدم برنامج هو بقى اللي هيبدا ينزل اجزاء الداتا دي. على سبيل المثال اشهر برنامج زي اليو تورنت، اشهر برنامج زي مين؟ في الكازا، في الاميول، في الاي دونكي، في البيت تورنت، في برامج كتير. هتلاقي الملف ساعتها ظهر هنا، تمام. بص لو دخلت هنا هلاقي في هنا تاب اسمها ايه؟ بيرز. هيرسل لي هنا اي بيهات الناس على مستوى العالم اللي انا بجيب منه، وهلاقي في هنا سرعتين، سرعه داونلود وسرعه ابلود. ما انا زي ما بعمل من الناس داونلود، هم كمان بيعملوا مني ابلود، تمام. فده ريلايبل جدا. وزي ما قلت لك، لو النت فصل عندك شهر كامل، جيت ترجع تاني تعمل داونلود، طالما في بيرز الداونلود هيكمل عادي جدا، مفيش مشكله. عشان كده بنفضلهم على الاحجام الكبيره. لكن اغلب الشركات المحترمه بتعمل ديسيبل اساسا لبرامج التورنت. هو انا دلوقتي بكونكت على ايه عشان اجيب الداتا؟ اجهزه انا ما اعرفش هنا، اجهزه على مستوى العالم بالظبط. انا ما اعرفش اساسا ان الجهاز اللي انا بكونكت عليه بنزل منه اجزاء الداتا من فيروس وبينزل لي فيروسز وتروجنز ولا لا، صح؟ عشان كده كل الشركات المحترمه بتعمل ايه؟ بتقفل اساسا عندها برامج التورنت خالص. حد تاني مني كده في حاجه؟ تمام كده خلاص بس ده.